السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعلم منتقى الناطق رسمي جميع الجمعية داخل مدينة الدار البيضاء. حسب كنتواجدوا عند أحد أبطال مسابقة أرقنة الثانية ضمن الجمعية البيضاوية وتحت لواء عصبة الدار البيضاء الثقافية. دائما عند البطل الكبير عادل أكركاو اللي حقق واحد الإنجاز كبير داخل هذا المسابقة وأيضا داخل عصبة الدار البيضاء الثقافية. نشوفوا البطل ديالنا كيفاش شاهد المسابقة وكيفاش كان الحضور ديالو في هذا المسابقة والإعلان ديالك في هذه المسابقة الأخ أكركاو. السلام عليكم. السلام سي العيد، مرحبا بك دائما في السجنة ديالك مرحبا بك. الله يحفظك أودي عادل. إيوا مرحبا بك ونشكرك دائما على المبادرة اللي كتقوم بها كناطق رسمي لجميع الجمعيات داخل الدار البيضاء والوسط كذلك. كما كنعرف جميع المسابقة داز ماشي ما بين وبين ما بين وبين صعيبة وشوية ساهلة. ناخذ شوية تكسبيرونس بلا فهاد البطاقة اللي دازا. الحمد لله تم الإعلان بهاد الحمامة وتوفقنا أننا نعلنوا بها، يعني من أوائل داخل الجمعية البيضاوية، كذلك من تقريبا من 6 أو 7 أوائل في الأسباب إن شاء الله. تبارك الله، حمامة متميزة زوينة تبارك الله شنيبيرة. عائلة محترمة بالعائلة محترمة. يعني هذا اللي الله هذا ديستونس كيف داو يبانوا هاد الحميمات. وكنخصم الأجواء ديالهم، كنخصم شوية الأجواء تكون صعبة شوية سيتو إذا كانت الرياح المعاكسة كيكونوا مزيانين. إيوا هادشي اللي كاين أسيدي. تبارك الله عليك، قلتي لي الحمامة باقا شنبورة ياك؟ إيه شنبورة. مطيحة وقلا تيريش ولا مطيحة شي حاجة ياك؟ هي طرديت مطيحة الأولى، تبارك الله. مطيحة وحدة جوج صافي شي واحد أخرى. تبارك الله. يعني الحمامة من جودة عالية، وإلا يمكن لك تكلم لنا على هذه الحمامة على والديها وعلى هي. هي سلالة يعني الوالد ما قصر عندي، هي كتلعب باها ما كاين باها ديجا كبيرة في 12 كيلعب عندي، كان كيلعب عندي مابقاش كيلعب خاصة في البوزيسيون. يعني غير هي تلاقيت غير صدفة. نذكر ما كيلعبش نتوما كيتلعب كنت هزيت كنت كان بريباريها يعني سير موتيفاسيون طاح على ما غادي طاح فكان خلات واحد يعني كانت تجاوز مع الذكر وخلى واحد الانتواء نتوما اللي كانت ديزيام في الطاح فهاديك الطاح الكاريتي ديال الكلام كانت ديزيام في العاشرة في الجمعية البيضاوية اي طلعت ثلاث حمامات وأربعة حمامات ودخلت ثلاثة من الطاح فكانت مباية الحمامة الثانية عندي كما قلت هما خصوصا با فهو ذكر مسيرة جيدة يعني الجوس في الأنجل يعني هما اختصاصين في الدومي فون في مسابقة الشيخ اللي كانوا صعاب شوية. هاد الأنجل اللي قلتيه بالنسبة للأب ولا بالنسبة للأم؟ لا الأب الأب وبالنسبة للأم؟ الأم فيها المتكتر عندي يعني فيها خليط تقريبا ديال الحمام ديال الحمام خليط ما بين المسافة والدومي فون والدومي فون يا دونك دابا هاد الحمامة اختصاصية في مسافات ديال نصف الطاول ياك؟ من تقريبا من 300 حتى 800 كيلومتر تقريبا. لا على حسب السهولة ديالها. كتفوت الوانداي واحد شوية ياك؟ الوانداي تقريبا الوانداي ديال الجملة المفيدة هذا هو هذه العبارة خاصها تكون معنا يعني حمامات ديال الوانداي يعني هما خاصين يعني المطلق ديال النهار من 300 حتى 800 تقريبا كيكونوا مزيانين. تكون شوية تزوقوا شوية مزيان يكون معصر واحد شوية معصر كيكون داكشي اللي كاين. تبارك الله عليك داكشي الله يسخر الحمام كله جا الاخ عادل باقى شي حاجة 39 جاو 35 يعني بقاو جوج تبارك الله نهضر هما اللي ما جاوش ضروري بحال الطارق ضروري العشور ضروري تخلي قليل فين كتوفق انك يعني الحمد لله بعدا ما كيبقاو غير جوج داكشي اللي كاين هما كيبقاو لك بحال الطارق يبقاو بحال المسابقه الفريطه راه مابقى فيه حمام بزاف مسابقه ديال الماسه يعني الاخوان شويه يبقاو لهم حمام شويه كثير هادشي داخل في اللعبه ما عندك ما دير الاجواء اللي كتحكم في هادشي هي اللي كتحكم الاجواء اللي كتحكم في نجاح المسابقه ولا ما تنجحش يعني كان الجو مزيان راه مسير ناجح كان الجو مزيان زعما المدير ولا فاشل صافي هادشي يعني الجو هو السيد ديال هادشي هو اللي كيتحكم في هادشي داكشي كاين الاخ عادل وانت بالنسبه للانترنيت كنجيبوا الجو مزيان الموقع اللي غيطلق منه الحمام مزيان ولكن في الطريق لا بلا طراز الانترنيت داكشي قدره الله الانترنيت يعني الله اعلم
كنبقاو ديما غير توقعات يعني دي بريفيزيون تاع توقعات ربما تقدر تكون الجو هكا في المنطقه ولكن بارفوا تخرج غير الرياح ماشي بلاصه تزاد قوه ديالها تغير لك الجو كامل. تغير الجو الجو كيبقى غير دي بريفيزيون يعني ماشي 100% يعني غير توقعات يعني احتمال تكون خاطئه ولا تكون صحيحه. هذا فهم ويتمنى يعني النيابه لهم العمل. سيدي الحمام ويتسنى ويبريباريو عليك يا مولانا كانت شي حاجه تقدر كانت شي حاجه مكتبه راه غادي تكون ما كانتش راه يعني اللي وقع شي كارثه لا قدر الله ما شاء الله هذاك الشيء اللي كاين كلشي على الله. تلقى نجاح راه كلشي كاين سبحان الله. راه الحمد لله كلشي كاين شط المولى كاين شط الجمعيه. نحاول شي كيما كاين الامان نطلق رزقها صح ان شاء الله كاين عندنا نعمه مزيان الحمد لله كاين نعمه مزيان مزيان نعمه كاين نعمه ضروري كيدوز مطلق صافي كيدوز السيمانه كينساو كينساو وخا تمشي حتى 60 حمامه كينساو ديما الامال كاين فرحوا ديروا وكنتمناو شي كنتمناو ديما الحمامه كيدوز يعني المسابقه يدوز باجواء مزيانه ولكن بارفوا الله غالب ما عندك ما دير ما عليك شي انت موصيه تاهم مسكينه ما لعبتي انت تريد والله ما لعبتي مشكله دابا في دابا المواليع فئات كاين اللي هذا هو نهارو كاين مجموعه منهم هذا هو نهارو كاين عاوتاني اللي ما باغيش فهمتي كي كل واش باغي راه يجي ترضي كل شيء صحيح ترضي كل شيء كاين اللي باغي مسابقه يكونوا هكا كاريتيين كاريتيين ربما عنده داك الحمام ديال داك الشيء كاين اللي ما عندوش الحمام ديال داك الشيء كلنا يطلب زهروزه هذاك الشيء غنبغي نوبه وبالنسبه للاستعداد ديالك في هذه المسابقه الاخ عادي الاستعداد عادي ولا على حسب؟ دابا الاستعدادات الحمد لله يا الله ديما كنستعد الله شويه تشوف تشوف الجاني كيدير شوف باقي عندك الخطر ديال الولاعه شويه ولا بنادم بدا كيعيا شويه ياك ماشي الخطر الخطر والحب ديال الولاعه ديما كاين السي العين يعني كتعرف البلا راه كاينه كاينه غير الوقت الظروف الظروف والمورال ديال الامال وهذاك الشيء خاصك توازن شويه ما بين قبل كنا كنعطيو يعني الوقت ديالنا 100% غير الولاع الولاع وليدات هذه دابا الوقت طورات شويه و... تفكر فيها الولاع خاصها شويه غير دابا مؤخرا يلاه دابا مؤخرا بدينا خاصنا شويه يسخن الحال كيما قلتو الجاي ديما عريان العام كامل شوف شفت كلشي عريان تبارك الله شويه الدفء شويه الماء ديما شويه يسخن الحال شويه خصني تكون بحال شويه حنا راه مدخلين ما حنا ان شاء الله حنا اصلا كما كتعرف راه كنلعبو دومي فون نقدرو ندومي فون شويه ديال الفون ولا سافير ممكن يعني يلاه دابا بشويه بدينا ندخلو مع حميماش يلا عطينا واحد تريكو تريكو بليس هاد السيد والو المهم كيبان لك الحمام راه مزيان بصحة جيدة ما كاينلاش تعطي الدواء لا لا الدواء ما كنحملوش انا راه كنديرو غير داكشي الطبيعي وشوية ديال كاينة كنديرو الدواء ولكن داكشي مابقاش خدام بزاف فهمتي كنعتمدو على القوة ديال المناعة ديال الحمام ديال الحمام الجو القدام وهداكشي ولا غيبقى غير هادشي اللي غيبقى ولا غادي يبقى يعني الحمام داخل في الطبيعة يعني التحمل هو داخل الطبيعة يعني البقاء أقوى يعني ديما في إلا ما كنا حنا الولاعة غنبقى ديما دايرينها عمرهم كنقولوا ما عمرهم نحيدوها داكشي اللي كاين يعني من قدام كتشوف أن الأجواء وهذاك الشيء غتكون صعيبة وهذاك الشيء واللعب خاصو ديما الحمام يكون غسان يعني كنحاولوا أننا نعتمدوا على المناعة الطبيعية الحمام بزاف كما قلت لك باش الحمام يبقى ديما صحيح مرة مرة تغزر شوية ما تكثرش وصافي الدواء تبارك الله على خويا الأكل جيد والحمام جيد هذا هو المهم أما الدواء وداك الشيء غير إلى غير سعد تبارك الله على خويا عادل وبالنسبة للجمعية البيضاوية كي جاتك هذا الموسم هذا كتعرف تعرف الجمعية البيضاوية قالت لي هذا العام هذا خدامين مزيان تبارك الله الحمد لله الجمعية البيضاوية ديما خدامة ديما خدامة أنا ما عقلتش على راسي وطلع الجمعية البيضاوية غير هو هذا العام تزاد على بعض التحسينات وبعض تطورات شويه وكاين بركه وكاين افاق وكاين برامج يعني هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك انا الشيء اللي بغيت نوصل لك بالنسبه ليا يعني كنشكر مكتب المسير البرك اللي خدام عليها ان شاء الله كما قلت لك الجمعيه البيضاويه ديما خدامه غير الله يهدي الناس وصافي ديما الناس فيها مزيانين الناس معقولين الشفافيه والمصداقيه يعني كلشي كاين جميع البيضاوية المنافسة الشرسة صحيح خليه صغير يخليه جمعية تخدم جمعية تخدم راه خدمة خدامة والناس طيبين طيبين ما كنا لعيب ما والو خدامين موالع عارفين اش كيديروا
ايوا هادشي اللي كنتم البيضاوي الحمد لله كما قلت لك ديما راه رائده وغتبقى رائده باذن الله باذن الله باذن الله. وتحيه لجميع الابطال ديال الجمعيه البيضاويه وايضا داخل العصبه الدار البيضاء الثقافيه، شي تحيه غتقدمها عاد الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو هذا. كان اولا كنقول لك انت التحيه وكنشكرك شكرا على العمل اللي كتقوم به دائما، يعني ما كتبخلش على التعريف بالهوايه وعلى الابطال داخل مدينه الدار البيضاء يعني في كلتا العصب. وكنقدموا التحيه للجمعيه البيضاويه وال الثقافيه والسطات وكلشي كلشي خدنا الحمد لله باش الدار البيضاء الكبرى كيتراس السيد وادي الدان حتى هما الله يسهل عليهم ويسهل علينا حتى حنا كجمعيه ثقافيه العصبه الثقافيه. وكنشكروا جميع الموالاه اللي كيشاهدوا هذا الفيديو ونتمنى لهم خير ان شاء الله في المسابقات القادمه. الجوله عزيزه الحمد لله خسر قلوب زوينه داكشي اللي كاين اخويا عادي تبارك الله عليك. وحنا هاد المسابقه نساوها ونساو المسابقه ديال ما سوف نفكروا المسابقه الماجيه ان شاء الله. المسابقه راه دازت نسالي بريباري المسابقه الجايه اللي حالف حد انه غادي يطلع واحد الاركانه مبروك عليه مبروك الجميع نحالفوا شحال ان شاء الله. الامل ديما كاين في الولاد ديما الامل يجتهد اجتهاد كيتسنى الضرب الانسان يجتهد شويه اجتهاد 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 هادشي اللي كاين اسي كنشكرك دائما كما قلت لك كنشكرك انت الله يحفظك اخويا عادل الله يبارك فيك. كنشكرك الاخ عادل اللي رحبتي بنا في المنزل ديالك وفي اللوف ديالك دائما عند البطل الكبير عادل كركم احد قيدوم الولاعب مدينه الدار البيضاء وخاصه الجمعيه البيضاويه. وبلا ما نطول عليكم الاخوان كما شاهدتوا معنا حنا جينا عند الاخ البطل الكبير عادل اكلكون نشوفوا الحمامه الاولى اللي علني عليها ضمن مسابقه ارقنا الثانيه عن الجمعيه البيضاويه والرتبه السادسه داخل عصبه الدار البيضاء الثقافيه. وبهذا الفيديو وبهذه اللقطات وما نساوش المرافقين الحمام اللي نسيناهم الاخ عادل. اي تاهما كنشكرهم صراحه يعني واحد العناء كثير في هذا الولاعه سمحنا منهم هو عمل ديالهم خصهم يقوموا به باحسن واجب. واللي كنحييهم من هنا بهذا المنبر وكنتمنوا لهم توما الخير وديما يمشيو مسيره موفقه ويجيو ويرجعوا لنا ان شاء الله في عوده موفقه يمشيو ويجيو على خير ويرجعوا لبلادهم توما مساكن. كنشكرك عادل وبهذه المناسبة كنشكر جميع مرافقي الحمام سواء الجمعية البيضاوية جميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء بدون استثناء. بهذا الفيديو نستودعكم الله وفي أمان اللقاء بكم مع ومع بطل آخر ومع مسابقة أخرى. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.